ينضم إلينا من باريس طارق وهبي الباحث في العلاقات الدولية. سيد طارق، كيف تنظر إلى هذه الخطوة الروسية؟ مساء الخير يا سيدي، وشكرا للاستضافة. يعني هناك نوعين من رؤية هذا الانسحاب. أولا أنا باعتقادي، وذكر يعني ذكرت حضرتك هو موضوع لوجستي بامتياز، بما أن الموضوع اللوجستي أصبح مهم جدا بالعملية العسكرية. أكثر من ذلك، هذه الحرب التي استهلكت كثيرا القوات الروسية، وخصوصا أن فصل الشتاء قادم وسيكون يعني هناك عدد كبير من الضغوطات على الجيش وعلى كل العملية اللوجستية. زد على ذلك، أنا برأيي هناك مثل فرنسي يقول reculer pour mieux sauter، يعني أن أتراجع لكي أقفز أفضل. وأنا باعتقادي داخل ما نسميه الإطار العسكري أو التكتيكي الروسي، قد يكون خطوة بالتراجع لكي يعني توجد القوات الروسية أو القيادة الروسية حركة لها علاقة بموضوع تفصيل جديد على أرض المعركة، وخصوصا أن هذا يعتبر تسليم خيرسون بالكامل إلى القوات الأوكرانية التي ستسترجعها والتي ستنصب فيها أعلامها. أكثر من ذلك، يجب أن لا ننسى أن بمجرى نهر ديبر الذي يقسم أوكرانيا الآن شرقا وغربا، يوجد ما نسميه المحطة الكهرومائية، وهذه المحطة هو الجسر الوحيد المشاد الذي يعني هو يعني السد، هو أيضا جسر. وهذا الموضوع مهم بالنسبة للروس، لأنه سيعتمد وفقا لما نسميه أنه عدم الضرر به أو عدم قصفه، لأنه عندما يقصف هذا الجسر أو هذا السد سيكون هناك ما نسميه تسونامي من كمية المياه الهائلة. هناك مليارات من الأمطار المكعبة من المياه قد تكتسح كيرسون وكل القرى التي تحيط بها. نعم، ولكن إلى أي مدى هذا يمثل انتصار للجانب الأوكراني ويرفع من المعنويات لدى القيادة السياسية وأيضا العسكرية؟ نعم، هذا يعتبر بالنسبة للقيادة الأوكرانية تخطيط، وصل به هذا التخطيط إلى ما نسميه تحرير خيرسون من القوات الروسية. وأنا باعتقادي كما قلت حضرتك، هناك نوع معنوي قوي للجنود الأوكران وللقيادة العسكرية الأوكرانية أنها باستطاعتها أن تقوم ب يعني لا توجد معركة الآن في خيرسون. الانسحاب الروسي وضع خيرسون مفتوحة أمام دخول القوات الأوكرانية، وأن لا تكون خيرسون ما نسميه مدينة مدمرة، بل أن تكون خيرسون المدينة التي تستطيع أوكرانيا الوصول لها. ولكن المشكلة أن لم يعد فيها بشر، بمعنى أن تم إخراج كل الذين كانوا موجودين فيها والذين كانوا يريدوا أن يبقوا مع روسيا. الآن على أوكرانيا أن تقوم بما نسميه خطة تعطي لهذه المدينة حياة وتنقذها، وأنا برأيي هذا سيكون صعب. ورغم ذلك سيعتبر ذلك انتصار بالمفهوم العسكري لأوكرانيا، ولكن كما قلت لك هذا انسحاب تكتيكي. على الأوكران أن ينتبهوا لهذا وأن يعرفوا كيف يستطيعوا في المستقبل أن يصدوا أي هجمات روسية في هذه المنطقة. هذا القرار الروسي بالانسحاب من خيرسون جاء بعد أيام من تسريب تقارير لوسائل الإعلام عن الاتصالات الأمريكية الروسية، وبالتأكيد هذه الاتصالات كانت متعلقة بالملف الأوكراني. هل هناك رابط بين ذلك؟ 100% هناك رابط، وهناك أيضا تطمينات لكلا الطرفين. الولايات المتحدة الأمريكية أرادت أن يعني باجتماعها أو باللقاء الذي حصل مع الروس، أولا كان الموضوع هو التخفيف من حدة الخطاب النووي أو حدة استعمال السلاح النووي في هذه المعركة. وبالمقابل الولايات المتحدة الأمريكية طمأنت روسيا أنها ستقف ضد أي محاولة استعمال أي قنبلة وسخة أو أي استعمال لأي سلاح غير تقليدي في المعركة من قبل أوكرانيا. وأنا باعتقادي هذا يعني تطور مهم قد يضع الطرفين بالضغط على أوكرانيا والعودة إلى المفاوضات، وهذا ما سمعناه من زخاروف اليوم أن روسيا مستعدة من جديد للجلوس على طاولة المفاوضات،
وهذه الطاولة كان الحديث واضح أنه هذه الطاولة ستكون مرتبطة بما نسميه بين قوسين الأمر الواقع، أي ما نعم يحصل الآن، وخصوصا الاستفتاء على الأربعة أقاليم الذين يعتبروا خرجوا من أوكرانيا والآن هم تحت الوصاية الروسية. إلى أي مدى يمكن أن تكون فكرة هذه المفاوضات قريبة في ظل أن روسيا ما زالت تنتظر فصل الشتاء وما سينتج عنه من ضغوط على الجانب الغربي؟ أنا باعتقادي يعني الطقس سيكون عامل مهم لتخفيف مما نسميه المواجهة المباشرة بين القوات الروسية والأوكرانية. قد يكون هناك ضربات في مواقع معينة في حال تقدمت هذه القوات أو هذه الفصائل، ولكن سيكون مفتوحا أمام ما نسميه التواصل الدبلوماسي. هناك حديث عن لقاء روسي أمريكي ممكن ببودابست في هنغاريا، هناك حديث أيضا عن لقاء روسي أمريكي أيضا في تركيا. إذا بدأت ما نسميه الحديث عن اللقاء الأمريكي الروسي، وخصوصا أن يعني الانتخابات النصفية أظهرت أن الرئيس بايدن قد يفقد ما نسميه القدرة على إقناع الكونغرس بكل ما يريده بصرف الأموال التي تدعم أوكرانيا. لذلك هناك من يبحث عن ما نسميه يعني مخرج مشرف إن للولايات المتحدة الأمريكية وأيضا لأوكرانيا في هذه الحرب، وقد نعم تستفيد روسيا في هذا الموضوع. لذلك أنا باعتقادي فصل الشتاء سيكون يعني مفتوح أمام كل ما نسميه الدبلوماسية الغير مرئية، الدبلوماسية التي هي تقرر نوعا ما قد يكون الاتفاقات لاحقا في طاولة المفاوضات. شكرا يا أستاذ طارق وهبي الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من باريس.